برج التور. ام التور برج ترابي، ام بيحبوا الاستقرار، مش بيحبوا التغيير، عندهم صبر جدا. يعني انا بشوف ان هم شخصيات سواء ست او راجل، عن يعني الحاجة الجميلة اللي فيهم ان هم صبورين، يفضلوا يعني ساكتين ويتحملوا، قوة تحمل غير طبيعية. بس لما بيطلعوا بيطلعوا بقى، طور يبقى عندهم الثورة بتبقى فظيعة. بس بعد ايه؟ بعد ما يكونوا ادوا كل الفرص الممكنة للي قدامهم. انا بشوف كمان ان عندهم روح عملية جدا، عندهم موهبة في التجارة دايما. الست من برج التور بتكون دايما مدبرة، ومدبرة في الفلوس، تعرف برافو. تحوش كويس، والراجل الى حد كبير كمان. لا كرمة يعني قوي، عمرهم ما يفتقروا، دايما يعملوا حساب انه تحسي ان هم ايه بيعملوا حساب عشان يبقى دايما عندهم احساس بالامان، بالامان اللي جاي بالصبر. متامن. فلازم حتة التحويش دي عندهم اساسية، ان هم في الشراء دايما يعرفوا يجيبوا احسن حاجة باحسن سعر. اوكي، وكرمه وحنينين قوي، قوي لان انا عندي صحابي كتير وجدعان، عارفة اللي هي وقت الازمات، وجدعان. صح، وقت الازمات ما تلاقيش جنبك غير مولود التور، سواء كان راجل او ست. اوكي، اوكي. ده برج جميل يعني. جدا يعتمد عليهم. يعني بشوف انه الست من برج التور هي ام بالفطره، يعني بالذات الستات بيهمهم الاكل قوي، دايما بيكونوا موهوبين في الطبيخ وهي برافو برافو برافو، بيحبوا انا احب المطبخ. الخصائص القمر دي. اوكي اتفضلي. يحبوا المطبخ. والام بقى من برج التور تلاقيها ماسكه دايما الطبق وبتجري ورا ولادها بالمعلقه. انا دي بلاحظها دايما. عندنا سؤال هنا بيقول لك، هو ده بيختلف من بلد لبلد ولا دي صفات موجوده في كل الستات يعني؟ والله يعني بشوفها حتى في الاجانب، ممكن تلاقي مرأة التور عندها الحكايه دي، ان هي دايما مشغوله باكل ولادها، اكلوا ولا لا. يعني عندها الاكل ده حاجه امان جسدي طيب. للبنت.